بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أعطى ولله ما أخذ. وما يفيد في هذه الدنيا إلا عمل صالح وتوبة نصوح. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المغفورين. في هذا اليوم 13 أكتوبر 2020، ودعنا إلى دار البقاء أحد الأصدقاء الأعزاء والمعروف باسم إبراهيم حماص. هذا الشخص الذي أضحك الكثير الكثير جدا إلى أدناه إلى أوسط المواطن داخل المدينة وخارجها، والذي لم ينصفه الدهر بل عاش عمره إنسانا بسيطا متواضعا يحب الخير للجميع كما جاء على لسانه في إحدى الأحاديث التي حمعتنا. وقد صادف موت هذا الصديق في هذا اليوم موت أعلام مغاربة في مجال الفكاهة، وكأنهم اتفقوا على هذا اللقاء وتوديع الدنيا في هذا اليوم كالسيد عزيز سعد الله والمسرحي المحبوب حماد التونسي، تغمد الله الجميع برحمته وألحقنا به آمنين مطمئنين لا فاتحين ولا مفتونين. فمن لا يعرف إبراهيم حماص قد نعده غريبا عن هذه المدينة. إبراهيم حماص من مواليد 1953 الأزبور، تحصيله التعليمي الإعدادي السنة الثالثة الإعدادية بثانوية مولاي شعيب، انقطع على الدراسة وهاجرها ليتفرغ للفكاهة المغربية. وكما قال في إحدى الاستجوابات: ماذا ترى في الفكاهة المغربية أخي إبراهيم؟ قال: الفكاهة إن لم تدخل السرور على المواطنين فهي فكاهة لا معنى لها. إذن قد كان معجبا كثيرا بسعد الله عزيز وبالخيار الذي يرجع له النسب، يعني أن هناك قرابة بين هذين الفنانين. قلنا قال: البهجة هي إدخال الفرحة وإدخال البهجة والسرور على الناس، وهي بالنسبة له فكاهة تلقائية تستعمل في جميع المناسبات التي يحضرها وينتزع بها البشارة والابتسامة والضحك من مختلف شرائح المجتمع، فقيرهم وغنيهم، أبسطهم وأسماهم في هرم هذا المجتمع. مما لا يعرفه الكثيرون أن إبراهيم زجال نظام للشعر المغربي البسيط، لا تعوزه كلفة لسان أو عجز قلم. إبراهيم حماص صديقي، صديقنا جميعا، صديق المدينة وخارج المدينة، قال: أحب في الحياة الخير للجميع، لأنني حين أرى المتعة تعم قلوب الناس أحس أنها تشملني، وأحس كذلك أنني أتمتع بهذه النعمة. وقد كان من جميل الطرائف
التي عشتها مع المرحوم إبراهيم حماص ومع زوجته أمينة، رزقها الله سبحانه وتعالى الصبر، أنه كلما كان هناك خصام أو شيء ما بينهم كنت أكون أنا متدخل بمعية الأستاذ عبد الله السويطري أمد الله في عمره وأجره، لتعود المياه إلى مجاريها وتعم البسمة من جديد بينهما، لأنها كانت يشملهما كان يجمع بينهما حب وبساطة في الكلام ومتعة في الضحك. لا ينسى الجميع في هذه المدينة قصيدة المسيرة الخضراء، والتي ديّلها رحمه الله بمجموعة من ذكر الصالحين في هذه المدينة وذكر مآلاتهم الروحية التي اشتغلوا عليها طوال هذا الوقت. إن الحديث عن إبراهيم حماص حديث يطول نظرا لأبجديته الفكاهية. حين أقول الأبجدية الفكاهية يعني الأبجدية التي يتركب فيها الكلام بصيغة الأنا الدالة على صاحبه، وهي ما كانت تتجسد حقيقة في شخص إبراهيم حماص رحمه الله. لا تفوتني الفرصة أن أذكر صفة ملازمة للأخ إبراهيم رحمه الله، وهي صفة الكرم. فإبراهيم جيد محب للخير كثيرا، فماهيته الشهرية يصرف بعضها وينفق أكثريتها قبل الزواج وبعد الزواج وأثناء الزواج. إذن فرحمه الله هذه الخصال هي خصال الصالحين التي مرت وستكون لنا عودة إن شاء الله لذكر بعض المحطات مع إبراهيم حماص، محطات فكاهية ومحطات أخلاقية ومحطات هزلية ومحطات إنسانية قد لا يتسع المجال لذكرها الآن. أترقب المزيد حول هذا الشخص، لأنه لو كان رئيس مجلس أو مديرا أو عاملا أو لما ذكر صيته بهذه الطريقة. أصدى الله عليه سبل الرحمات وجعل قبره مزارا للصالحين، وثبته عند سؤال الملكين، وجعل الجنة مثواه ومثوانا من بعده آمين. أسأل الله الرحمة والمغفرة لجميع المسلمين، وأمد الله في عمرنا حتى نسعد للقائه ونكون ومعيتكم من الفائزين إن شاء الله. هذا أبسط شيء أقوله في حق هذا الرجل، ولنا عودة في الموضوع إن شاء الله.